السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حب رحب فيكم في جزء 19. احنا انهينا صوفيك بشكل رسمي في جزء 18. الجزء 19 والعشرين بيتكلم عن خيارات تكبير عالم صوفي زيادة، خلاص. ففي الجزء 19 بيتكلم عن إمكانية أو احتمالية تحويل البطانية أو المفرش من قطعة مربعة إلى قطعة مستطيلة، بإضافة مربعات أو وحدات جدة اللي هي الجراني سكوير. ففي عندك صوفي مربعة شكلها النهائي، فأنت حتضيفي الجراني سكوير أو مربعات الجدة على أحد الجانبين، من هنا ومن هنا. عدد المربعات حوريكي هي الآن وكيف حسبتها. الآن هي أعطتك خيارين، خلاص، أو نوعين أو مربعين، طيب، وكمان عملت مربع ثالث، واحدة من المتابعات أدتها شكل مربع ثالث، طيب. هذول الثلاثة المربعات ميزتهم إيش؟ ميزتهم إنه هما عدد الغرز في المربع الواحد 24 غرزة، خلاص. الآن عندك صوفي عدد الغرز في الضلع الواحد 216 غرزة، طيب، 216 غرزة بدون ذكر سلسلتين اللي في الأول وفي الأخير حقت الزوايا. لما تجي تقسميهم حتلاحظي إنه أنتي محتاجة تعملي 1 2 3 4 5 6 7 8 9، 1 2 3 4 5 6 7 8 9، 9 مربعات في الضلع الواحد عشان تغطي ال، عفوا، المربع مو 24، المربع 22، خلاص. فانت عندك 216 غرزة بدون ذكر سلسلتين البداية، السلسلتين عموما هي بحسبة حسبت لك هي، فانت محتاجة 9 مربعات، هذا اللي انت محتاجة تعرفيه، ومحتاجة تعرفي ان المربع الواحد يحتوي على 22 غرزة بالاضافة الى سلسلتين البداية والنهاية، معناتها زائد 2 من هنا ومن هنا سلسلة، ومن هنا ومن هنا سلسلة، هذه حقت الضلع الثاني، فالسلسلتين اللي من هنا ومن هنا حيديكي في النهاية 24 غرزة، خلاص. يعني انه انت محتاجة 9 من هنا و9 من هنا. الآن المربعات حبيت تسويها من مخك ومزاجك وتحطيهم سويهم. هي أعطتك 3 أشكال، أنا حسوي لك شكلين والشكل الثالث ما حسوي، ححط لك رابط الشكل الثالث، خلاص. فمعناتها إنه أنت عدد المربعات اللي تحتاجيها ككل عشان تحولي بطانية أو عالم صوفي من مربع إلى مستطيل إلى 19. إذا أنت حابة إنه أنت تحطي كمان زيادة هنا وكمان كده وكده 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 وكده، أنت أعملي الحسبة، هذا اللي يريحك. هذا هنا يبدأ إبداعك أنت وتفكيرك أنت وكيف تحولي صوفي إلى صوفي حقتك أنت، ما هي حقة أحد تاني، خلاص. الآن المربعات، في حسوي لكم مربعين، خلاص، مربع اسمه جاك ومربع اسمه ليديا، طيب. وبعدين أقول لك كمية الخيوط اللي بالضبط أخذت مني في كل مربع عشان بعدين أنت تحسبيها، تضربي مثلا عدد الجرامات، يصير تعرفي إذا يكفيك الخيوط ولا لا، تكملة الخيوط اللي باقية من صوفي الأساسية، أو أنه تحتاجي تشتري زيادة، أو أنه من الأساس ما تبغي تسوي، هذا كله اللي يريحك، طيب. أوكي، الآن تشكيل المربعات اللي يريحك، هي مربعين وفي كمان واحد ثالث حطته في الموقع، هديكم الرابط تبعه. مربع اسمه جاك ومربع اسمه ليديا. في ناس سووا جاك، في ناس سووا ليديا، في ناس سووا كل حاجة جاك، في ناس سووها كلها ليديا، في ناس سووا واحد جاك واحد ليديا، واحد جاك واحد ليديا، وهكذا. الآن حنبدأ نشتغل على المربعات. بسم الله نبدأ.
هبدأ أول حاجة بمربع ليديا. خلاص الآن مربع ليديا الدور الأول هستخدم اللون. أنا عن نفسي أنا ماني متأكدة نفسي إذا كنت حتكفيني الخيوط ولا لا، وحوريكم حتشوفوا معاي. أول حاجة هتستخدمي البيبي بينك الدور الأول في ليديا، هذا في ليديا البيبي بينك. هبدأ أشتغل الآن، بس خلوني أشوف رأس الخيط. أيوة هنا. طيب نبدأ الآن الدور الأول. هتبدأي بعمل ماجيك رينج أو دائرة سحرية. هتلفي الخيط مرتين على إصبعك. طيب هتدخل الصنارة في اللفتين هذه، وتسحب الخيط الطويل منه بدي الطريقة. خرجي إصبع عينك. خلاص هذه بداية عمل الدائرة السحرية. في ناس تحب تسوي منزلقة اللي هي خلاص تسحب الخيط وتشد هذا على أساس إنه يصير زي العقدة. أنا بالنسبة لي ما أحب، أنا أفضل إنه هذه تبدأ على طول كأنها على طول غرزة. بيقول لك تطلعي 3 سلاسل في الدائرة السحرية، 1 2 3. بعد كده هتعملي 11 عمود في الدائرة، في وسط الدائرة، 1 2 11. خلاص عشان تقفلي دائرتك طبعا لازم تقفلي تنهي بمنزلقة. طيب عشان يعني تكوني كده انتهيتي من الدور الأول. عشان تقفلي الدائرة السحرية حقتك الآن عندك ديل وفي عندك دائرتين. خلاص هتسحب الديل وتشوفي مين يتحرك. شايفة مين اللي يتحرك فيهم؟ هذا. هتمسكيه هو، خلاص، والناحية كان هو بينسحب من هنا، تقومي انت تسحبي من الناحية الثانية عشان تقفلي الدائرة الأولى. شايفة كيف؟ تقفلي الدائرة الأولى بعدين تسحبي الديل. إذا ما قفلتي بهذه الطريقة ما حتنقفل معاك الدائرة السحرية مظبوط، وهذه خلاص دائرة ثابتة ما تتحرك، دائرة سحرية ثابتة. طيب هتقفلي بمنزلقة. طيب إذا كنت هتستخدمي لون جديد تقول لك قفلي مو تقفلي منزلقة، قفلي بالطريقة السحرية اللي أنا استخدمتها معاكي أو اللي وريتك هي في فيديو من الفيديوهات السابقة، إنه أنت كيف تنهي بطريقة نظيفة ومخفية. خلاص فأنا حسوي لك هي واحدة مرة الآن سريع، وبعد كده خلاص أنت تعتمديها للتسكير، لأن أنا حغير الخيط في الدورة اللي بعده. بنهاية الدور الأول المفروض يكون عندك 12 غرزة اللي هي 12 عمود. الآن هستخدم اللون في الدور الثاني، هستخدم اللون اللايت رازبري. طيب هتشبك الخيط، هتعملي نص عمود واقف في اللفة الخلفية لأي غرزة. طيب
هتعملي نص عمود آخر في نفس اللفة أو في نفس الغرزة. بعد كده هتعملي 2 نص عمود في اللفة الخلفية للغرز التالية 11، يعني في كل غرزة في اللفة الخلفية هتعملي 2 نص عمود. واحد، اثنين، واحد، اثنين. هتنهي بمنزلقة إذا كنت هتستخدمي نفس اللون في الدور اللي بعد، أو تقص الخيط وتخفي النهايات إذا هتستخدمي لون جديد. طيب بنهاية الدور الثاني المفروض يكون عندك 24 غرزة نص عمود. الدور الثالث إذا كنت هتستخدمي نفس اللون خلاص هتعملي نص عمود وعمود في الغرزة التالية اللي سويتي فيها المنزلقة أو أنهيتي بها الدور المنزلقة في الغرزة اللي قبل، وكمان تعملي عمود نص عمود، يعني نص عمود عمود بعدين عمود نص عمود في الغرزة اللي بعدها. طيب بس انتي ما حتشتغلي في الغرزة اللي سويتي فيها المنزلقة نفسها، لا، اللي بعدها واللي بعدها. اذا كنت حتستخدمي لون جديد خلاص حتشبكي بمنزلقة في الغرزة اللي شبكتي فيها بمنزلقة او قفلتي فيها. فانا بالنسبة للغرزة اللي قفلت فيها هذا الظهر، هذا الوجه، الغرزة اللي قفلت فيها هذه، فانا حشبك بمنزلقة في نفس الغرزة طيب كده شبكت بمنزلقة. بعد كده هتعملي نص عمود عمود في الغرزة التالية على طول دايركت، ما تطلعي لابسة سلاسل ولا ارتفاع ولا شيء. في الغرزة اللي بعدها هتعملي نص عمود وكمان عمود في نفس الغرزة. طيب الغرزة اللي بعدها هتعملي فيها عمود زي كأنك تعملي ونص عمود في نفس الغرزة. ايوه صحيح، اللون اللي انا بستخدمه اللون البرغندي. طيب اوكي، كأنك بتعملي صدفة او مروحة، غرزة مروحة. خلاص بعد كده هنا في تكرار هيبدأ، هتعملي منزلقة في الغرزة التالية. هتعملي نص عمود وعمود في الغرزة اللي بعدها، نص عمود عمود. هتعملي عمود نص عمود في الغرزة اللي بعدها، خلاص، وحتكرري. هكرر وارجع لك. طيب بعد ما تنهي التكرارات اللي باقية حتوصلي للبداية، حتنهي بمنزلقة في نفس مكان المنزلقة اللي بدأتي فيها، يعني تعملي منزلقة في نفس الغرزة اللي بدأتي فيها وتقص الخيط وتنهي وتخفي النهايات حقتك. طيب بنهاية الدور الثالث المفروض يكون عندك 40 غرزة بما فيها المنزلقات اللي هي 16 نص عمود و16 عمود و8 منزلقات. طيب هذا هو المفروض اللي يكون عندك. عموما المفروض يكون عندك يعني بشكل أصح زي الوردة، طيب فيها 8 مراوح أو غرزة صدفية. طيب الدور الرابع خلاص هتشتغلي في الدور الرابع. أولا هستخدم اللون التيليف. هتشتغلي في الدور الرابع في اللفة الثالثة. الآن كل غرزة فيها لفة أولى، لفة أمامية ولفة خلفية، كل عين غرزة مظبوط. في لفة ثالثة تكون خلف الشغل
خلاص خلف الغرزة. لو تيجي تطالعي من هنا، للأسف اللون أحمر مو باين، بس أنا حوريكي الغرزة فين في اللون البينك. هذا اللون البينك اللي هو في الدور الأول، إحنا اشتغلنا في اللفة الخلفية مظبوط، وهذه اللفة الأمامية اللي بقيت. لو جيتي لفيتي الشغل حتلاقي فيه كمان عمود زيادة، هنا واحد، هنا واحد، الغرزة هذه، العين مظبوطة، هنا واحد، شايفتها؟ في عمود كده بالعرض جاي خلف الغرزة، عفوا مو هذا العمود، هذا شوفي اللي هو تحت العين مباشرة. أنا ماني عارفة إذا أنتوا شايفين من اللون هذا أو لا. عموما إذا مو واضح أضغطوا على حرف الآي اللي هنا، هيوديكم على فيديو عشان تشوفي وتتعرفي على اللفة الثالثة للغرزة. الفيديو ما هو بالعربي للأسف، بس يعني إن شاء الله مستقبلا ممكن أسوي لكم إذا حابين إن أنا أسوي. إذا فهمتوا منه خلاص كان بها، إذا ما فهمتوا ممكن أسوي لكم فيديو عربي زيه. حتشتغلي تعملي حشو واقف في تاني عمود في أي بتلة، يعني هي بالنسبة لها هذه بتلات خلاص، في تاني عمود. أنت عندك البتلة مكونة من نص عمود، طيب عمود وعمود، تاني عمود حتشتغلي فيها تعملي فيها في حشو واقف. بسم الله نبدأ. كده اشتغلنا الحشو تبعنا. طيب هتعملي ثلاث سلاسل، اثنين ثلاثة، من الثلاث سلاسل هنا يبدأ التكرار. طيب بعد كده هتشتغلي في اللفة الثالثة للعمود الثاني للبتلة اللي بعدها، يعني تشتغلي دحين في هذه البتلة، البتلة اللي بعدها دوري أول شيء حددي اللفة الثالثة حقتها عشان أوريكي إيش هتشتغلي فيها. اللفة الثالثة هذا العمود الأول، هذا العمود الثاني، اللفة الثالثة هنا ورا تلاقيها تحت العين نفسها، شايفينها؟ هذه اللفة الثالثة حنشتغل هنا في هذه اللفة الثالثة. طيب حنشتغل زاوية، الزاوية مكونة من غرزة منتفخة، أربعة سلاسل غرزة منتفخة. كيف حنعمل الغرزة المنتفخة؟ حتلفي الخيط على الصنارة، تدخلي صنارتك في الغرزة المعنية في هذه الحالة اللي هي اللفة الثالثة في للعمود الثاني من البتلة، حتلفي الخيط وتسحبي من لفتين، يبقى لك لفتين، حترجعي مرة تانية، يعني كأنك تسوي تناقصات لأعمدة. حتلفي الصنارة مرة تانية، الخيط على الصنارة، حتدخلي صنارتك في نفس الغرزة وتلفي وتسحبي، عندك أربع لفات على الصنارة، حتلفي الخيط تسحبي من لفتين، يتبقى لك ثلاثة لفات. خلاص ترجعي مرة تانية تلفي الخيط على الصنارة وتدخلي الصنارة في نفس الغرزة وتلفي وتسحبي، عندك خمسة لفات على الصنارة، مظبوط؟ واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة. حتلفي الخيط على الصنارة، طيب، وتسحبي من لفتين، يتبقى لك أربع لفات. لما يتبقى أربع لفات حتلفي وتسحبي منهم الأربع كلهم بهذه الطريقة. هتعملي أربع سلاسل، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة. هرجع أكرر لك الغرزة المنتفخة الصغيرة هذه مرة تانية. طيب هتلف الخيط على الصنارة وتدخلي في نفس الغرزة وتلفي وتسحبي،
عندك 3 لفات على الصنارة، حتلفي الخيط وتسحبي من لفتين، يتبقالك لفتين على الصنارة. طيب كأنك تبي تسوي عمود بس ما تكملي، ترجع تسوي عمود تاني وما تكملي، تلفي وتسحبي، هذه 4 لفات، تلفي وتسحبي من 2، هذه 3 لفات، ترجعي تلفي وتسحبي، هذه 5 لفات، تلفي وتسحبي من 2، هذه 4 لفات. خلاص لما توصلي ال4 لفات نهائية وعندك 3 أعمدة غير مكتملة على الصنارة، تلفي وتسحبي من ال4 لفات كلهم. شايفة كيف صار شكلها؟ ما اشتغلنا في نفس العمود، اشتغلنا في العين في العين الخلفية أو اللفة الثالثة اللي خلف العمود. طيب كده تكوني هذا الكورنر تبعك اللي سويتيه. بعد كده هتعملي 3 سلاسل، 1 2 3. طيب هتعملي حشو في العمودين، يعني حشو في كل عمود من الأعمدة الاثنين اللي موجودة في البتلة التالية. يعني عندك هذه البتلة التالية، في عندك نص عمود 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 نص عمود، في العمودين هتعملي حشو في كل واحد فيهم. فهذا عندك 1 حشو، وهذا حشو كمان. طيب هترجعي تكرري ده الكلام مرة تانية، اللي هو 3 سلاسل زاوية، 3 سلاسل وحشو في العمودين، لين توصلي داير ما يدور، لحد ما توصلي لآخر تكرار. آخر تكرار هتكتفي ب1 حشو، لأنك أنت بدأتي بحشو. خلاص تنهي بمنزلقة وتقفلي وتقص الخيط، هي بتقول إذا قصيت الخيط خلاص وانهيتي، سيبي الخيوط الباقي هذه، لأنه حيكون سهل إنه أنت تشتغلي فوقهم لما تشتغلي في الدور اللي بعد، بدل من إني أنت تحاولي تخفيها الآن. لأنه لو حاولت تخفيها الآن، لو تلاحظ الخيط الديل هذا ما في مكان تخفي فيه بصراحة، صح ولا لا؟ إما تخفي هنا في السلسلة، وإما تخفي في الأحمر هنا، وممكن لو دخلتي من ورا البتلة هذه الحمراء حيبان من قدام ويصير شكلها مشوه، عرفتي؟ لأنه أول نصيحة في الكروشين لما أنت تخفي ديل، أخفي اللون تحت نفس اللون، يعني لا تخفي اللون الأخضر ده تحت الأحمر أو البينك، لأنه حيبان من قدام ولا حيطلع شكله حلو. فطالما لسه ما في مكان والغرز هنا صعب، تقول لك إذا تبغي خلي الديل وحتشوفي كيف تخفيها في، حتشتغلي فوقها لما تشتغلي الدور اللي بعده. طيب فأنا حكمل الدور زي ما اشتغلنا، وحنهي بمنزلقة، وحسيب الأطراف عشان أو النهايات عشان نشتغل فوقها في الدور اللي بعد. يلا طيب كده أنا انهيت الدور الرابع. بنهاية الدور الرابع المفروض يكون عندك 16 غرزة و8 سلاسل بثلاثة غرز، و4 سلاسل بأربع غرز في الزوايا. خلاص الستاشر غرزة اللي هي 8 غرز منتفخة، طيب و8 حشو في كل ضلع، في عندك 2 حشو. طيب الدور الخامس أنا هشتغله باللون اللايت بلو الأزرق الفاتح، وميمي مسويت لي موسيقى مصاحبة مع الكلام. طيب هتبدأي بعمود واقف زي ما قلنا في أي فراغ من فراغات الزوايا. أنا بدأت بعيد عن الأطراف اللي هنا عشان لما أجي أشتغل فوق هذه، وهذا الخيط أشتغل من دي الناحية فوقه، وهنا كمان عندي في خيط لونه أزرق من هنا، طيب يصير ما يسوي لي الشغل كده في بلك أو ضخامة في الشغل، عرفتي؟ يعني ما يصير في عندي شغل كده ملبلب. بعد كده هتشتغلي عمود آخر في نفس فراغ ال4 سلاسل في الزاوية، سلسلتين وعمودين، وهذا الزاوية الجديدة حقتك.
طيب بعد كده هنا يبدأ تكرار. هتعملي بريد أمامي حوالين الغرزة المنتفخة التالية. هذه الغرزة المنتفخة التالية هتعملي بريد أمامي. البريد الأمامي يكون من الأمام للخلف، وتجيبي الخيط من وراء وتشتغلي البريد، يصير البريد جاي من الأمام بدي الطريقة. أعيده تاني، كيف تشتغلي البريد الأمامي؟ هتحط الصنارة من الأمام طيب للخلف للأمام تاني، تسحب الخيط وترجعي مكان ما كنتي للأمام وتشتغلي بدي الطريقة. هذا البريد الأمامي. طيب بعد كده هتعملي ثلاث أعمدة في فراغ الثلاث السلاسل التالي. هنا واحد، اثنين، ثلاثة. بعد كده هتشتغلي بريد أمامي حوالين الغرزتين الحشو التالية، بريد أمامي. فنفس الحكاية من الأمام للخلف للأمام تاني حوالين الغرزة الأولى، وكمان واحد تاني من الأمام للخلف للأمام حوالين الغرزة الأولى. عفوا الغرزة الحشو التانية. صار عندي بريدين أمامية. طيب بعد كده هتشتغلي ثلاث أعمدة في فراغ ثلاث السلاسل التالي. واحد، اثنين، ثلاثة. بعد كده هتشتغلي بريد أمامي حوالين الغرزة المنتفخة التالية، نفس الطريقة من الأمام للخلف للأمام تاني، وتسحبي الخيط. هذا شكل شغلك. آخر حاجة هتعملي زاوية في فراغ الأربع سلاسل. الزاوية هذه اللي هي عمودين، سلسلتين، عمودين. هتكرر اللي سويناه في الضلع ده في بقية الأضلاع الثلاثة. هكرر لك، هو بريد أمامي حوالين الغرزة المنتفخة التالية، ثلاث أعمدة في فراغ الثلاث سلاسل، بريد أمامي في كل من غرزتين الحشو التالية، ثلاث أعمدة في فراغ الثلاث سلاسل التالي، بريد أمامي حوالين الغرزة المنتفخة التالية، وبعدين الزاوية اللي هي عمودين سلسلتين عمودين. خلاص لو جيت قلبت، أنا هنا أوريدي اشتغلت فين؟ حوالين الخيط الأزرق. الديل اللي هنا باقي، لما تيجي تكملي داير ما يدور هتبدأي تخفيه تحت الأزرق. خلاص كده تدخليه تحت الأزرق. طيب يا ماما تدخليه تحت الأزرق. هكمل الدور وأرجع لك. خلاص كده خلصنا الجزء أو الدور الخامس. بنهاية الدور المفروض يكون عندك 40 عمود و16 بريد أمامي وأربع فراغات بسلسلتين في الزوايا. الآن الدور السادس، إذا كنت هتستخدمي نفس اللون هتعملي منزلقة في، طبعا احنا قفلنا هنا، هتعملي منزلقة في العمود اللي بعده، منزلقة في فراغ السلسلتين، تطلعي ثلاث سلاسل. هذا أول عمود، تعملي عمود سلسلتين عمودين اللي هو الزاوية حقتك. إذا كنت هتستخدمي لون جديد، أنا هستخدم اللايت رازبري. هتشتغلي عمود واقف، بسم الله نبدأ. هتشتغلي عمود واقف في فراغ أي زاوية. بسم الله، عمود واقف، بعدين هترجع تشتغلي عمود سلسلتين عمودين اللي هي زاوية.
بعد كده يبدأ تكرار الضلع. خلاص هتعملي سلسلتين، هتتجاهلي أول غرزة. طيب هتشتغلي بعد كده تناقص 3 غرز في 1 غرزة، تناقص اللي هو تعملي تناقص اللي هو 3 أعمدة في نفس الغرزة، كأنك تعملي 3 أعمدة في كل واحدة ولكن ما تكمليها للأخير، بعدين تلفي وتسحبي. خلاص تعملي سلسلتين. التناقص والسلسلتين تكرريهم 3 مرات كمان، يعني نعمل واحدة تانية مع بعض، تناقص على طول، تناقص 3 أعمدة في غرزة واحدة، وتلفي وتسحبي من بقية الغرز، تعملي سلسلتين كمان، تعملي التناقص على 3 الأعمدة الباقية مرتين وسلسلتين ما بين كل تناقص وتناقص. هكرر وأرجع لك. يتبقى لك 1 عمود في النهاية هتتجاهليه. طيب بعد كده هتعملي زاوية في فراغ السلسلتين في الزاوية اللي هو عمودين، 1 2 سلسلتين عمودين. ترجع تكرري ده الكلام على 3 الأضلاع الباقية وتكفلي بمنزلقة وتستعدي لآخر دور. هكمل وأرجع لك. طيب كده خلصنا الدور السادس. بنهاية الدور المفروض يكون عندك 16 عمود، 16 تناقص، 3 أعمدة في غرزة واحدة، و24 فراغ بسلسلتين تتضمن فراغات سلسلتين الزوايا. طيب الآن إذا كنت هتستخدمي نفس اللون هتعملي منزلقة في العمود اللي بعد وتعملي منزلقة في فراغ السلسلتين. خلاص تطلعي 3 سلاسل، تعتبريها أول عمود، تعملي عمود آخر، سلسلتين عمودين في فراغ السلسلتين اللي في الزاوية، وهذه زاوية. إذا هتستخدمي لون جديد أنا هستخدم البيبي بينك. طيب بسم الله نبدأ. هتشتغلي زاوية في فراغ سلسلتين في أي زاوية اللي هي عمود واقف، بسم الله الرحمن الرحيم، عمود واقف سلسلتين، عمود تاني وبعدين سلسلتين، بعدين عمودين. خلاص الآن يبدأ تكرار الضلع الواحد. هتعملي عمود في كل من الغرزتين التالية. طيب واحد، الآن في تكرار صغير، هتعملي عمودين في فراغ السلسلتين التالي، 1 2. بعد كده هتعملي عمود في أو بريد أمامي حوالين تناقص الثلاثة الكلاستر اللي هو اللي هنا، أو تناقص 3 غرز مع بعض بدي الطريقة، البريد الأمامي من الأمام للخلف للأمام مرة تانية، وتسحب الخيط للأمام بالضبط زي ما سوينا هنا، نفس الحكاية. خلاص الآن هتكرري ده الكلام 3 مرات كمان، هكرر وأرجع لك. بعد كده هتعملي عمودين في فراغ السلسلتين التالي، هذا 1 وهذا 2. بعد كده هتعملي عمود في آخر غرزتين موجودة عندك قبل فراغ الزاوية، هذا 1 وهذا 1 في اللي بعدها. آخر حاجة هتعملي زاوية في فراغ السلسلتين في الزاوية اللي هي عمودين سلسلتين عمودين.
وتكرري ده الكلام في بقية الأضلاع الثلاثة، وتقفلي المنزلقة وتقصي الخيط، تخفي النهايات، وبكده تكوني أنهيتي المربع. هكمل وأرجع لك. طيب كده خلصت الدور السابع. بنهاية الدور المفروض يكون عندك 72 عمود و16 بريد أمامي وأربع فراغات بسلسلتين في الزوايا. كده خلص مربع ليديا. هذا بالنسبة لليديا. إذا حابة تعرفي كم جرام استهلكت من كل لون، فأنا حقول لك لون البيبي بينك استهلكت 7.5 جرام لهذا الدور ولهذا الدور. الرازبي اللايت رازبري اللي هو ده الدور وده الدور استهلكت 5.5 جرام. اللون الأحمر ده اللي هو البرغندي استهلكت 2 جرام. اللون الأخضر اللي هو التي ليف استهلكت فيه 3 جرام. اللون الأزرق واللايت بلو استخدمت فيه 5 جرام. خلاص، يعني أنا ما أعرف أنت تبي تحطي واحد 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 واحد، يعني مربع ليديا مربع جاك مربع ليديا مربع جاك، أو كلها تبيها ليديا أو كلها تبغيها جاك، أنا ما أعرف. بناء على استخدامك شوفي بقية الخيوط اللي عندك وأحسبي. أنا حديكي كل جرام كل مربع كم استهلكت جرام فيه، يصير أنت بعدين أبدأ أسوي حسبتك، جيبي آلتك وحاسبة. يفضل أنه يكون عندك ميزان حق الأكل عشان تقيسي كم باقي جرام وكم هتستخدمي كم مربع من ليديا كم مربع من جاك، تبي كلها ليديا تبيها كلها جاك، وتضربي عدد الجرامات عشان تشوفي الجرامات المتبقية عندك إذا حيكفيكي ولا ما حيكفيكي الشغل. كمان لا تنسي لسه في دور 20 أو جزء 20 اللي هو الأدوار الخارجية، يعني مو بس هذا والتشبيك، الخيوط اللي هتستخدمها في التشبيك، وكمان الخيوط اللي هي في الأدوار الخارجية، فلازم تعمل حسابك. خلاص أنا كده خلصت مربع ليديا. طيب الآن هتجهز لمربع جاك. لحظات وأرجع لك. بالنسبة لمربع جاك هبدأ الدور الأول، هو 7 أدوار زي ليديا. بالنسبة للدور الأول هستخدم فيه البيرفكت بينك. خلاص أنا ما أتوقع إن اللي بدها تسوي مثلا مربعات من جاك إنه ممكن يكفيها، أنا ما أعرف، دحين هشوف لأنه هذا اللي كان بقيلي، فخليني أشوف. الدور الأول هتعملي أول حاجة زي ما تعودنا دائرة سحرية، هسويها بسرعة لأنه التفصيل فيها في مربع ليديا. في الدائرة السحرية هتعملي 3 سلاسل. طيب 1 2 3، وهذه 3 سلاسل هي أول عمود بالنسبة لك. هتعملي 11 عمود في الدائرة السحرية. 1 2 10 11. خلاص هتقفل الدائرة السحرية حقتك. بعد ما تقفليها هتشبكي بمنزلقة في أول في رأس 3 سلاسل، وإذا كنتي هتستخدمي لون نفس اللون بس تشبكي بمنزلقة، إذا كنت هتستخدمي لون جديد في الدور اللي بعده هتستخدمي طريقة الإنهاء المفضلة عندك، يعني إما تشبكي بمنزلقة وتقص الخيط، أو إنك تشبكي باستخدام الطريقة اللي أنا معودتك عليها أو اللي أنا دائما أستخدمها اللي هي الطريقة المخفية، فاللي تحبي. فأنا هقفل بوريكي بس كيف شكلها هتصير لما تشبكي بمنزلقة بدي الطريقة. شايفين؟ هقفل وانهي النهاية او اخفي النهايات او اخفي الديل الناء الباقي وارجع لك. اوكي كده انهيت الدور الاول. بنهاية الدور الاول المفروض يكون عندك 12 عمود. طيب الان اذا كنت هتستخدمي نفس اللون مكان ما سويتي المنزلقة هتطلعي 3 سلاسل وهتعتبريها اول عمود في الدور الجديد،
وتعملي بريد أمامي حوالين الثلاث السلاسل الابتدائية اللي بدأتي فيها، اللي هو حوالين نفس الغرزة اللي دوبك طلعتي منها، مظبوط؟ يصير كأنك اشتغلتي غرزتين في نفس الغرزة، غرزة عمود عادي اللي هي الثلاث سلاسل اللي طلعتيها، والغرزة الثانية بريد أمامي. طيب إذا هتستخدمي لون جديد هتشتغلي عمود واقف في نفس الغرزة اللي سويتي فيها. بسم الله نبدأ. المنزلقة حقتك اللي هي هنا، خلاص زي ما انت شايفة، اللي هي الغرزة اللي فيها الثلاث السلاسل، هتشتغلي عمود واقف. طيب بعد كده هتشتغلي بريد أمامي حوالين الثلاث السلاسل اللي كانت من الدور الأول. بعد كده هتشتغلي في كل غرزة التالي عمود في نفس الغرزة، بريد أمامي حوالين نفس الغرزة اللي دوبك اشتغلتي فيها بهذه الطريقة. كمان تاني هذه الغرزة اللي بعدها عمود في الغرزة، بعدين بريد أمامي في نفس الغرزة اللي اشتغلتي فيها. بدل يعني احنا عادة لما نيجي نسوي الدور الثاني في الدائرة التزايد بيكون في كل غرزة غرزتين، هنا نفس الحكاية غرزتين، لكن الفرق انه واحدة عمود عادي والتانية بريد امامي او عمود امامي اذا حبيت تسميه. هتكرر الداير ما يدور وتقفلي بمنزلقة وتستعدي للدور اللي بعده. هتكرر وارجع لك. طيب انا كده انهيت الدور وقفلت وخلصت. المفروض يكون عندك 12 عمود و12 بريد امامي. قبل ما انسى، اللون اللي استخدمته في الدور رقم 2 اللي هو اللون الاوركيد الموف الفاتح. الان في الدور الثالث هستخدم اللون الروج. خلاص بسم الله نبدا. اذا كنت هتستخدمي نفس اللون هتطلعي ثلاث سلاسل وتعتبريها اول عمود. اذا كنت هتستخدمي لون جديد هتعملي عمود واقف في نفس الغرزة اللي وقفتي عندها اول وسويتي عندها او وقف يعني انهيتي فيها بمنزلقة. وانا عندي الغرزة، خلينا ندور عليها بس. احلى شيء لما تشتغلي شغل مظبوط وما يبان انت فين وقفتي. هنا في العمود نفسه هتشتغلي عمود واقف، خلاص بسم الله نبدأ. طيب بعد كده هتشتغلي عمود في الغرزة التالية اللي هي هتكون البريد الأمامي، مظبوط؟ هذا البريد الأمامي هتشتغلي فيه عمود، خلاص هتشتغلي بريد أمامي بلفتين حوالين الغرزة نفسها اللي اشتغلتي فيها دوبك اللي هي البريد الأمامي. البريد الأمامي اللي دوبك اشتغلت فيه عمود حوالينه، كمان هشتغل بريد أمامي بلفتين بدي الطريقة. طبعا من الأمام لورا، انت تعرفي النظام أو تعرفي كيف تشتغل البريد الأمامي. خلاص الآن تكرار صغير، هتعملي عمود في الغرزتين التالية، عمود في الغرزتين التالية اللي هي هتكون عمود وبريد، هتشتغلي عمود في العمود وعمود في البريد الأمامي. هتعملي عمود أمامي أو بريد أمامي بلفتين في نفس الغرزة اللي دوبك اشتغلتي فيها.
حتكرري 10 مرات كمان، وحترجعي لآخر يعني لنفس النقطة، حتقفلي بمنزلقة وتقصي الخيط إذا حبيتي تغير اللون وتخفي النهايات. حكمل الدور وارجع لك. طيب كده خلصت الدور الثالث. بنهاية الدور المفروض يكون عندك 24 عمود و12 بريد أمامي أو عمود أمامي بلفتين. الدور الرابع هستخدم فيه التي ليف. خلاص، إذا كنت هتستخدمي نفس اللون هتطلعي سلسلة وتعملي حشو في نفس الغرزة اللي وقفتي عندها. إذا كنت نشوف فين احنا وقفنا، هنا. إذا كنت هتشتغلي بلون جديد هتعملي حشو واقف في نفس الغرزة أو في العمود الواقف من الدور اللي قبل. خلاص، الآن يبدأ التكرار. هتعملي 3 سلاسل، 1 2 3. هتتجاهلي 3 الغرز التالية، 1 2 3. في الغرزة اللي بعدها لو تلاحظي هتكون العمود اللي قبل البريد الأمامي أبو لفتين، في ده العمود اللي قبله على طول هتعملي غرزة منتفخة اللي هي تلفي وتسحبي في نفس الغرزة، تلفي وتسحبي يبقى 3. في نفس الغرزة تلفي وتسحبي من 2 يبقى 4، وتلفي وتسحبي من 4 نفسها. خلاص، 4 سلاسل، 1 2 3 4. في نفس الغرزة هتعملي غرزة منتفخة أخرى اللي هي تلفي داخل الصنارة في نفس الغرزة وتسحبي، تلفي وتسحبي من 2 يبقى لك 2، تلفي داخل الصنارة في نفس الغرزة وتلفي وتسحبي، تلفي وتسحبي من 2 يبقى لك 3، وتكملي آخر واحدة يبقى لك 4 زي ما سوينا في ليديا، وتلفي وتسحبي من 4 كلهم. هذه كلها في نفس الغرزة. خلاص، بعد كده هتعملي 3 سلاسل، تتجاهلي الثلاث الغرز التالية، 1 2 3. خلاص، اللي هي البريد الأمامي أبو لفتين والعمودين اللي بعده. خلاص، هتعملي حشو في الغرزتين التالية، ولو تلاحظي انها هتكون بريد امامي بلفتين والعمود اللي بعده، هذا الحشو حيكون هنا. خلاص، هتكرري مرة تانية اللي هو 3 سلاسل منتفخة، 4 سلاسل منتفخة في العمود اللي قبل البريد الامامي، ولا تنسي تتجاهلي 3 غرز من هنا، هتتجاهلي 3 غرز من هنا، وتعملي 3 سلاسل وتشتغلي حشو في الغرزتين التالية اللي هتكون بريد امامي وعمود اللي بعده. خلاص، هتكرري. خلاص، ولما تنهي هتنهي بواحد حشو فقط لانك سويتي الحشو الاولاني هنا، وتقفلي بمنزلقة وتقص الخيط وتخفي النهايات. هكمل الدور وارجع لك. طيب كده انهينا الدور الرابع. بنهاية الدور المفروض يكون عندك 8 غرز منتفخة، 8 حشو، 8 فراغات ب3 سلاسل، و4 فراغات ب4 سلاسل في الزوايا. الآن هشتغل باللون الأزرق الفاتح اللايت بلو. خلاص، هتعملي زاوية بفراغ أي زاوية موجودة عندك. طيب، اللي هي عمود واقف، عمود واقف آخر، سلسلتين و2 أعمدة تانية في فراغ ال4 سلاسل. هتعملي بريد أمامي حوالين الغرزة المنتفخة التالية، طيب
هتعملي 3 أعمدة فراغ الثلاثة السلاسل التالية. واحد، اثنين، ثلاثة. بعد كده هتعملي بريد أمامي حوالين غرزتين الحشو التالية. بعد كده هتعملي 3 أعمدة في فراغ الثلاث السلاسل التالي. اثنين، ثلاثة. خلاص هتشتغلي بريد أمامي حوالين المنتفخة أو غرزة المنتفخة التالية. بعد كده في الزاوية هتشتغلي زاوية جديدة اللي هي عمودين سلسلتين عمودين. تكرري ده الكلام داير ما يدور وتقفلي الدور بمنزلقة. هكرر وارجع لك. اوكي، كده خلصت الدور الخامس. بنهاية الدور المفروض يكون عندك 40 عمود و16 بريد أمامي و4 فراغات بالسلسلتين في الزوايا. إذا كنت هتستخدمي نفس اللون هتعملي منزلقة في العمود اللي بعد، منزلقة في فراغ السلسلتين، تطلعي 3 سلاسل تعتبريها والعمود، تشتغلي عمود سلسلتين عمودين في نفس الفراغ اللي هي زاوية. إذا كنت هتستخدمي لون جديد، أنا هستخدم اللون الأوركيد. هو يعني شكليا أفضل إذا استخدمتي اللون اللي هو الدارك أوركيد، اللون الموف الغامق. لما حسبت ما حيكفيني اللي كان بقيلي، فللتوضيح فقط هستخدم الدارك أوركيد. بس اللي حابة تستخدم، عفوا الأوركيد العادي، إذا حابة تستخدم اللون الموف الغامق معناته هتشتري بكرة زيادة عشان تغلقي الشغل تبعك. هتشتغلي هتعملي عمود واقف، عمود آخر في فراغ السلسلتين في الزاوية، سلسلتين وعمودين في نفس الفراغ اللي هي زاوية جديدة. بعد كده هتشتغلي عمود في 14 غرزة التالية. واحد، اثنين، ثلاثة، 14. هتشتغلي زاوية فراغ السلسلتين اللي هي عمودين. سلسلتين عمودين. هتكرري ده الكلام داير ما يدور وتنهي بمنزلقة. هكمل الدور السادس وارجع لك. بنهاية الدور السادس المفروض يكون عندك 72 عمود و4 فراغات بسلسلتين في الزوايا. الآن الدور السابع والأخير هستخدم فيه اللون الروج مرة تانية. خلاص، إذا كنت هتستخدمي نفس اللون هتعملي منزلقة في العمود اللي بعده، تعملي منزلقة في فراغ السلسلتين، تطلعي 3 سلاسل، هذا أول عمود، تعملي عمود سلسلتين عمودين في فراغ السلسلتين في الزاوية اللي هي زاوية جديدة. إذا كنت هتستخدمي لون جديد زي ما أنت متعودة هتعملي عمود واقف. بسم الله نبدأ. واحد، بعد كده هتعملي عمود آخر، سلسلتين عمودين. خلاص هتعملي عمود في 18 غرزة التالية.
واحد، اثنين، ثلاثة، 18. بعد كده هتعملي زاوية فراغ السلسلتين اللي هي مكونة من عمودين، سلسلتين، عمودين، وتعيدي ده الكلام في الأضلاع الثلاثة داير ما يدور، وتنهي بمنزلقة، تقص الخيط وتخفي النهايات. هكمل وأرجع لك. طيب كده انهيت الدور السابع وخلصنا المربع تبع جاك. بنهاية الدور المفروض يكون عندك 88 عمود وأربع فراغات بالسلسلتين في الزوايا. الآن عشان أحسب لك الخيوط حسبتها بالميزان، اللون البيرفكت بينك أخذ مني نص لخمسة وسبعين جرام تقريبا، عفوا نص لثلاثة أرباع جرام. اللون الأوركيد هذا في الدورين هدول أخذ مني 8.5 جرام لتسعة جرام. اللون الروج هذا ومع هنا أخذ مني تقريبا 11 جرام. التيلي في اللي هو الأخضر أخذ مني تقريبا 3 جرام، واللون اللايت بلو أخذ مني 5 جرام. الآن أنا أفهم إنه وفاهمة ومستوعب الوضع إنه مو كل الناس عندهم ميزان عشان يقيسوا وزن الخيوط والمتبقي عشان يحسبوها. إذا ما عندك، عندك حل واحد، تشتغلي الدور وتفرطيه تحسبي كم متر وتشوفي بناء عليه أنت كم متر محتاجة. هذا الحل الوحيد، خلاص. صح هو شغل يبغاله، يعني انت تشتغلي دور بدور وترجع تفرطي الدور وترجع تشتغلي تاني بس عشان تحسبي كم متر، لكن هذا حل بديل لذا ما كان عندك. الآن إذا سويتي المربعات، هذه المربعين ليديا وجاك، خلاص بتقول لك حتنقي الشكل اللي تبغيه، تبي مشكل، تبي شكل واحد اللي يريحك. نرجع لرسمتنا الأولانية. طبعا لما تخلصي وتحسبي كم مربع انت تحتاجي، 18 مربع زي ما قلنا، 9 على كل جانب، مظبوط، 9 على كل جانب. طبعا هذا ما حتسويه، قلنا هذا اذا حبيتي تضيفي، لكن هو 9 على كل جانب عشان تحولي صوفي من مربعة الى مستطيلة. طيب هتقول لك حتختاري الشكل والتوزيع والترتيب. بعد كده كيف حتشبكيها مع بعض؟ هتبدأي تحطي المربعات التسعة جنب بعض بدي الطريقة، مظبوط. التشبيك حيصير كده كده، تشبكي هدول المربعين من هنا لهنا، تحطي مربع ثالث تشبكي، تحطي مربع رابع وتشبكي، وتوصلي ألين رقم تسعة، خلاص. تقول لك هي تفضل وتقترح عليك انه انت تستخدمي تشبيك بطريقة المنزلقات، خلاص. كيف هتحطي المربعين مع بعض؟ طيب او كده تمسكيهم، تاخدي اللفة الخلفية الامامية من هنا واللفة الامامية من هنا، وتبدأي تشبكي تشبكي تشبكي، خلاص، وتنهي وترجعي تضيفي، تسحبي كده وتحطي واحد تاني وتشبكي تشبكي تشبكي وتضيفي. بعد ما تخلصي وتسوي شريطين طويلة من تسعة مربعات شبكتيهم، هتشبكي هادي الشريطين زي ما انت شايفة في الرسمة لصوفي بنفس طريقة التشبيك اللي استخدمتيها. نقي اللون اللي تبغيه في الخيط اللي حتشبكي به. طريقة التشبيك برضو رجعت لك، إذا ما تبغي دي الطريقة ممكن تستخدمي إبرة وخيط، ممكن تستخدمي النوع اللي تبغيه اللي يريحك، خلاص. هذا كل اللي عندنا بصوفي، وزي ما انت ملاحظة عفوا هذه المربعات الإضافية اللي ممكن تنضاف لصوفي، وزي ما انت شايفة المربعات ما هي متساوية، فتقول لك هي تقترح عليك انه انت تعملي لها فرد ال 18 مربع بالكامل، تعملي لها عملية فرد قبل ما تبدأي تشبكيها. كده نكون انهينا الحمد لله من الجزء ال 19. وإذا كان في أي سؤال واستفسار اسألوني، هحط لكم رابط المصورة المصممة باللغة الإنجليزية. لو دخلتي إذا ما فهمتي شيء بالعربي من هنا من عندي، في تلاقي كمان شرح بالصور لخطوات عمل المربعين ليديا وجاك، خلاص. إن شاء الله بإذن الله أشوفكم في الجزء العشرين عشان نكمل كيف تعملي الحواف حوالين الصوفي بالكامل بعد ما تشبكي المربعات وبدائل أخرى. نهاركم سعيد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.